مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل خبز الشوفان اللي هو رغيف القوت. تعالوا نشوف المقادير. دول 3 كوبايات دقيق أسمر اللي هو دقيق عليه ردة اسمه الهول ويت. لو مش متوفر عندنا الدقيق الأسمر ممكن 2.5 كوباية دقيق أبيض عليهم 1/2 كوباية ردة، لو خشنا نطحنها في مطحنة البن. 1 كوباية اوت اللي هو الشوفان، بس انا طحنتها، هو اسمه كويك اوت، شوفان سريع التحضير. الشوفان بيبقى شكله كده، بس لازم اطحنه عشان اعرف اعمل منه عيش. احتاج معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، 2 كبار خميرة فورية، وطحنت كمان شوية شوفان عشان افرد عليه العجينة. تقريبا 2 كوباية مية، ممكن احتاج اكتر او اقل وانا بعجن. وهحتاج معلقة كبيرة خل، دي بستخدمها كمحسن خبز. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. هبتدي الاول اجهز الخميرة. هاخد شوية مية تقريبا 1 كوباية او اقل، احط عليها السكر، طبعا دي تكون دافية شوية او سخنة حاجة بسيطة، واقلب السكر. بعد كده احط الخميرة، اقلبها حاجة بسيطة، بعد كده غطيها واسيبها لحد ما تعلى، لحد ما تبقى الضعف. الخطوة اللي بعد كده ابتدي اجهز الدقيق. هحط الشوفان على الدقيق الاسمر ومعلقة ملح، وابتدي اقلبهم. ما ينفعش انخله بمنخل لان ده فيه ردة، فانا كل اللي بعمله بنخله بمضرب بيض صغير. كده حجم الخميرة تضاعف. هبتدي دلوقتي اخلط الخميرة مع الدقيق والمية. هحط الدقيق كله الاول، هعمل فراغ في النص كده واحط فيه الخميرة كلها. بعد كده ابتدي اعجن، وفي نفس الوقت اضيف بقية المية، طبعا مش كلها، هي كده زي ما احنا شايفين متماسكة. لو حسيت انها فيها مية زيادة ممكن اضيف شوية دقيق. لازم تبقى بالشكل ده، ما تلزقش لا في ايدي ولا في البولة. هبتدي احط الخل وعجنها كمان لمدة 3 دقايق. بعد كده هرش نفس البولة دي بالزيت واحط العجينة واغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف. العجينة زي ما احنا شايفين تضاعف حجمها، خدت تقريبا 1/2 ساعة. انا كنت حطاها في الفرن بتاع البوتاجاز ومولع اللمبة، لكن ممكن تقعد اكتر من كده، ممكن تقعد 1 ساعة 2 ساعات حسب المكان اللي انا بخمر فيه. هقسمها لاتنين عشان مش هعرف افرتها كلها، وبعدين ابتدي ارش الشوفان المطحون. احاول افرد بايدي الاول على قد ما اقدر، وطبعا كل فترة ارش عشان ما يلزقش مني، وابتدي افرده. كده انا فردتها بالسمك ده، رفيعة مش تخين، زي العيش العادي البلدي. اجيب قطع اي حاجة وابتدي اقطعها، وانا بقطع الف كده جامد وحرك لحد ما تفصل قدامي. اعمل كده كام واحدة، طبعا ده انا هستعمله تاني. بعد كده ابتدي اخبز على طول، وفي نفس الوقت هشيل دولة دلوقتي وحطهم مع العجينة التانية وغطيها ما انساهاش لحد ما اخبز دول. بعد كده اسخن جريلا. اول ما تسخن اهدي النار على متوسط، وابتدي احط العيش بتاعي. استنى عليه شوية لحد ما يتماسك واقلبه. اول ما يبتدي يعمل فقيع كده اقلب على طول. وعلى نار تانية انا حاطة شبكة اللي بخبز عليها العيش البلدي، اول ما الاقي رغيف تماسك كده انقله على طول على الشبكة.
واقعد اقلب على طول ما سيبهوش يتحرق. لازم اطمن ان هو احمر. هو ده كده كفاية. المفروض وانا بسوي العيش بفرد في نفس الوقت. انا سويت الكمية كلها، الاربع كوبايات عملوا 20 رغيف من المقاس ده. وانا بسوي العيش استعجلت وما فردتهوش كويس، فالتخين قوي ما قبش زي ده. زي ما احنا شايفين ده تخين، فمعليش معايا. لازم اخد بالي منه وانا بسويه وانا بفرد برضو في نفس الوقت، لان ساعات بيتحرق، فنخلي بالنا من النقطة دي. العيش ده للناس اللي بتعمل دايت هيلثي جدا، في فوائد عالية جدا، لان في ردة وفي شوفان. الردة والشوفان فيهم نسبة فايبر عالية اللي هي الياف عالية. العيش ده من النوع اللي بيشبع، فما نحتاجش ناكل كتير. وغير الفوائد التانية طبعا، الشوفان فيه فوائد كتير جدا، لو احنا عرفنا قد ايه فوائده هيبقى دايما العيش ده عندنا في البيت. زي ما احنا شايفين طريقته سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش وقت، وممكن نعمل منه كمية كبيرة ونشيلها في الفريزر. هو مجرد ما يبرد انا بشيله على طول في الفريزر، وبسيب اللي هستخدمه النهاردة وبكرة بس بره. حاولوا جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.